وفي كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيم قداس إلهي ترأسه قدس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة الشدايقة وخدام الهيكل وبحضور جمع غفير من المؤمنين. وقد رفع الحضور الصلاة على نية السلام في العالم وفي غزة تحديدا. إلى المزيد. الشمعة الرابعة واللي نسميها شمعة الملاك، اللي أعلن مجيء السيد المسيح سيد السلام وملك الملوك للشعوب. بهاي الليلة أو بهذا العيد وبهاي السنة تحديداً رح يكون مختلف، لأنه مصبوغ بالوجع والألم والتهجير. وعشية ليلة الميلاد بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بتضم صلاتها لباقي كنائس المملكة على نية السلام بالعالم وبغزة تحديداً. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة الشدايقة وخدام الهيكل، وكان في حضور لعدد كبير من المصلين اللي إجوا ليصلوا بقلب واحد لطفل المغارة وصاحب العيد، بأنه يعم السلام بقلوبنا لتكون شرارة السلام بالعالم. غزة لفتت أنظار كل العالم، وغزة فتحت كل دفاتر السياسة القذرة في العالم. أكثر من 20,000 شهيد وأكثر من 50,000 جريح. أكثر أطفال غزة لهذا العام استشهدوا، والمدارس دمرت ومقاعد الدراسة فارغة. غزة بيّنت للعالم حقد الاحتلال، وعالم اليوم لم يختلف عن يوم ميلاد يسوع المسيح له المجد. بدأنا زمن المجيء بالاستماع إلى كلمة الرب الذي دعانا إلى السهر والترقب. عبرنا زمن الانتظار برفقة جميع أولئك الذين كانوا يرجون ويتوقون إلى رؤية يوم الخلاص. توقفنا عند اللحظة الحاسمة من التاريخ، تلك اللحظة التي فيها تم تسليم عهدة هذا الانتظار إلى امرأة مؤمنة من الجليل وإلى خطيبها، هو رجل بار متجاوب مع إرادة الرب التي هي دائماً إرادة حياة وسلام. المغارة على قد ما حجمها أو شكلها ممكن يختلف، لكن فيها الحدث الأعظم وهو طفل السلام اللي بمجيئه رح ننعم بالسلام والأمان. وبالقداس ليدخل يسوع لقلب كل شخص موجود بالكنيسة، قام الأبونا عريضة بحمل الطفل والتطواف فيه بين الناس لينالوا البركة. ومن بعد الخدمة الكل توجه لقاعة الكنيسة ليهنوا بعض بالعيد، وحبيت أعمل مقابلات مع بعض أهل الرعية ليكون معايدة منهم لكل شخص فيكم. المسيح ولد، هللويا، كل عام وأنتم بألف خير، ميلاد مجيد عليكم أحبتي. نحن بنحتفل بهالأجواء الصعبة بالظروف الصعبة، ربنا يكون مع أهلنا وإخواننا في غزة وبفلسطين، ربنا يوقف الحرب في هالعيد المبارك، هيك يعطي سلام وعزاء لكل المتألمين ولكل أهالينا في الظروف الصعبة، ربنا يكون معهم. الأجواء عم بتكون يعني صح ما في مظاهر الاحتفال، لكن الحمد لله قادرين نمارس الطقوس الدينية بأبسط صورة ممكنة. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير، ميلاد مجيد يا رب، وإن شاء الله السنة الجديدة بعم علينا السلام في الأردن وفي فلسطين بالأخص. ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بألف خير. كل سنة وأنتم سالمين، ينعاد عليكم يا رب وعلى الجميع، وإن شاء الله السنة الجاي بتكون الأمور بغزة وبكل الوطن العربي كله بعمه الخير والسلام. ولد المسيح، هللويا. كل سنة وأنتم سالمين ونعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله يعم السلام بغزة وينعاد عليهم بالصحة والسلامة يا رب والسلام العام. الميلاد مش لبس وزينة وأواعي جديدة، الميلاد اليوم هو فرصة إلنا وللعالم لنعرف هاي النعمة ونتعلم من صاحب العيد الإنسان كيف نكون إنسان. ومني أنا من إربد نيفين حداد لقناة نورسات، وكل عام وإنتوا بألف خير.